السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أكون معكم مجددا زملاء وزميلات الكرام لنتابع في محاضرة All About Irrigation in Endodontics. هنتابع اليوم الجزء المتعلق بالإيريجانتس أو المحاليل التي تستخدم في عملية الإرواء أو الإيريجيشن. تكلمنا عن الكلوريكزيدين، تكلمنا عن الهيبوكلوريت صوديوم، وقلنا أنه هنتابع إن شاء الله اليوم ب كليتينج ايجنتس، نحكي عن بعض ايضا المحاليل الاخرى السبورتيف والمحاليل الاقل استعمالا. فخلونا نبدا. بدايه بدي اذكركم باللايك بالكومنت بالشير والسبسكرايب، لانه هذا بيساعدنا على انه ينتشر الفيديو و يصل لأكبر عدد من الزملاء. المحلول الثالث اللي بدنا نحكي عنه ضمن السوليوشنز أيضا فيما يخص الإريجيشن، نحن مثل ما قلنا أنه في عنا ثلاث فانكشنز أساسية نحن بحاجة لنحل النسج العضوية، نحل الأورغانيك ديبريز، وهذا الشيء بتكفل فيه الهيبوكلوريت صوديوم بشكل أساسي، بحاجة لفعل مضاد جرثومي ومديد، وهذا بتكفل فيه كلورهيكزيدين، وبحاجة لمادة تشل لي طبقة اللطاخة أو السمرلاير لتعطيني دنتين نظيف نقدر يخترقوا الكلوريكزيدين ويعقم، ويقدر بعد هيك سيلر ايضا يكون في سيلينج صميمي على مستوى الدنتين، ما يكون في اي ليكج. تتكفل بعمل هاي الوظيفه مجموعه من الايجنتس تدعى بالكليتينج ايجنت او العوامل الخالبه. اشهر عامل خالب نستخدمه في العياده هو الايديتا. طبعا الايديتا لها خواص مزلقه ومثل ما انها خالبه او كليتينج افكت، طبعا هي لا تحل المكونات العضويه، ممكن تحل سم اورجانيك، لكن هي وظيفتها بشكل اساسي حل الانورجانيك ديبريز او الانورجانيك ماتيريال، وخصوصا اما مثل ما حكينا السمير لاير. تستخدم عاده بتركيز 17%، وطبعا هي بحكم انه درجه الحموضه تبعها 7 فهي متوافقه حيويا. طبعا هون نحكي عن موضوع سمير لاير، في جدل حول انه نزيله او منزيله. الى الان في بعض المدارس اللي تدعو لعدم ازاله طبقه اللطاخه، مدارس اخرى بتقول لا، وجودها يمنع تداخل السيلر، وبالتالي ما رح ندخل بها الجدل. نحن بنقول انه هو مستخدم في الإيريجيشن، انا بحبذ نستخدمه طبعا بعد ما نستخدم الهيبوكلوريت الصوديوم. الدراسات اكدت انه ما في كتير في فرق من ناحيه الفعاليه سواء اذا استخدمناه كليكويد او كجيل، لانه هو متواجد بالمادتين. فهي اهم فوائد اللي بيحققها الايديتا، مثل ما حكينا انه بيسمح بانه يندخل الإيريجانت الكلوريكزيديم الفاينل رينز بشكل عميق لكل المناطق وخاصة الأبنية الثانوية، وبيعزز اندخال والتصاق السيلر للدنتين، وبالتالي حتى المواد الحاشية فيما بعد تلتصق بشكل أفضل. أيضا بحكم هذا الالتصاق الصميمي بيقل الليكج، هو بيؤدي لأنه الليكج على مستوى الإبيكال والكورونال بيكون قليل. طبعا عادة استخدامه لمدة دقيقة، بعض الستديز كمان تشير لاثنين لثلاث دقائق بعد الان او سي ال نستخدمه. طبعا مثل ما قلنا هو لا يملك اي فعاليه مضاده للجراثيم. هون بدي احكي بعض الاشياء السريريه كمان، انه بالنسبه للايديتا احنا ما بنحبذ استخدامها مع اقنيه منحنيه او مع ليج لمنع حدوث انثقاب. ايضا لا يحبذ ابدا الانهاء بها، لانه تملك ايضا تاثير مديد بيشبه تاثير الكلوريكزيدين، بمعنى انه ممكن تبقى عده ايام، وهذا ممكن يعمل لي ديستراكشن للبري ايبيكال تيشز. اخيرا بالرغم من انه الايديتا ما بتملك فعل مضاد للجراثيم، بس هي بتعزز الفعل مضاد للجراثيم للسوليوشنز الاخرى مثل الكلوريكزيدين والهيبوكلوريت الصوديوم. بعد ما حكيت عن الثلاث محاليل هدول الاساسيين، بدنا ارجع احكي انه بدنا ندير بالنا دائما ننتبه نعمل فصل بين هاي المحاليل لما نستخدمها بالنورمال سالاين، لانه عمليه مزجها سوا ممكن تؤدي لحصول رواسب غير مرغوبه. على سبيل المثال لو نحن ما فصلنا بين الهيبوكلوريت الصوديوم والايديتا، رح يتشكل راسب اللي هي من فعاليه الان او سي ال كارجيشن حال للنسج. مثل ما احنا شايفين هذا هو الراسب بلون الصدأ، هو اللي بينتج عن عمليه المزج بين الايديتا والهيبوكلوريت الصوديوم. في حال كان ما في فصل بين الايديتا والكلوريكزيدين، كمان نحن بنحبذ انه نعمل فصل بانه نعمل اريجيشن بالنورمال سلايم بينهم، لانه لو حصل تمازج بينهم فرح ينتج راسب بلون ابيض. هذا الراسب بيقلل الفعاليه الخالبه للايديتا وبيمنع فعل الكلوريكزيدين المضاد للجراثيم. مثل ما احنا شايفين الثلاث محاليل هدول، يعني الهيبوكلوريت الصوديوم يعني الغالبيه العظمى كإيريجانت برايمري إيريجانت بتستخدمه،
بشكل اقل اديتا، بشكل اقل كلور هيكسيدين. رح نحكي طبعا عن باقي السوليوشنز اللي تستخدم بشكل اقل، لكن بشكل اساسي مثل ما قلنا احنا بنحب نستخدم الهيبوكلوريت الصوديوم في البدايه، نحل النسج العضويه، نعمل نوع من فعل مضاد للجراثيم مبدئي، بعدين نورمال سالاين، بعدين نعمل اديتا بحيث لمده دقيقه نحصل على دنتين نظيف وقناه نظيفه خاليه من السمير لاير، ومن ثم يأتي الكلوريكسيدين ليمارس فعل مضاد للجراثيم ويستمر حتى بعد ما نعمل الدريسينج أو نعمل السيلينج. طبعا هناك محاليل أخرى يجب التطرق لها لحتى نعرفها، والبعض قد يحب استخدامها. عندنا مثلا السيتريك أسيد اللي قل استخدامه بالرغم من أنه هو متوفر بتركيز تقريبا 40% في الماركت، والدراسات أظهرت أنه هو بنفس التركيز بيكون له فعالية أكبر من الإيديتا كريموف للسمير لاير. دراسة زيندر من 2005 أكدت على هذا الشيء. بالتركيز 10% كان في تأكيد على أنه بدراسة تشيزا بال 2001 أنه هو أكثر حتى توافق حيوي من الإيديتا، لكن طبعا ما له أي تأثير مضاد للجراثيم. ايضا من المحاليل الاخرى السبورتيف اللي هي مزيج من المركبات، عندنا الام تي اي دي. الام تي دي هو عباره عن مزيج من السيتريك اسيد بتركيز تقريبا 4.25% ومعه تيتراسيكلين بتقريبا نسبه 3% ومعه ديترجنت او مطهر بيشبه كتير هو التيتراكلين. التيتراكلين الفرق بس انه بدل التيتراسيكلين بيكون موجود الدوكسي سايكلين. طبعا هو مضاد ميكروبي، مضاد للجراثيم، بس يعتبر اضعف من الـ NaOCl، وان كان يملك خصائص يعني واعده من ناحيه انه طيفه قد يكون اوسع. بيملك تاثير او كيلتينج افكت بمعنى انه هو خالب بيشبه الايديتا. هون ممكن استخدامه لمده 5 دقائق لنحصل على فعل مضاد للجراثيم وبنفس الوقت فعل خالب او انتي ميكروبيال وكيلتينج افكت. طبعا مو محبذ انه ننهي الغسل فيه، ننهي بالغسل بالكلوريكسيدين لانه بيتداخل مع السيلر خاصه الريزين سيلر. طبعا ما له فعل حل للنسوج ولذلك ما بيغني عن الهيبوكلوريت الصوديوم. عاده ممكن يستخدم كاريجيشن ثاني بدل الايديتا بعد الهيبوكلوريت الصوديوم، على الرغم انه بعض الدراسات تنصح انه باستخدامه كفاينل ايريجانت، لكن هناك ستاديز اخرى لا تنصح باستخدامه كفاينل ايريجانت لانه وجد أنه بيتداخل مع عملية الالتصاق بين الريزين سيلر وبين الكنال دينتين. أيضا سأتطرق لمجموعة من السوليوشنز اللي ممكن استخدامها بالإريجيشن اللي تعتبر محاليل مساعدة، منها على سبيل المثال مثلا نورمال سالاين. نورمال سالاين بيملك فعالية مزلقة مزيل للبقايا من دون فعل حال للنسوج، من دون فعل خالب أو حال للبقايا غير العضوية أو المعدنية، وبدنا ننتبه للحذر من أنه ممكن يتلوث في حال استخدم بطريقة إدخال الإبرة وفتحه عدة مرات من عدة ثقوب، هذا بيؤدي لتلوثه بسرعة. ممكن استخدامه للفصل بين مثل ما قلنا الهيبوكلوريت الصوديوم والإيديتا أو بين الإيديتا والكلوريكسيدين لمنع حصول تفاعل. عن أيضا الهيدروجين بيروكسايد اللي بيملك البابلينج إفكت وكان عنده شعبية الآن تراجع كتير، وكتير من الستاديز الآن ما عاد نصحت فيه. هو محلول مستقر ما بتأثر باللايت، ما بتأثر بالتخزين مثل ما شفنا النورمالسالين أو الهيبوكلوريت الصوديوم. كان ينصح باستخدامه كأول خطوة في الأرواء لأنه البابلينج إفكت بيعمل لي نوع من الإخراج لكل التيشز والديبريز، وكان زمان نستخدمه يعني نبدأ بالهيبوكلوريد وننهي بالهيبوكلوريد ويكون بينهم H2O، لأنه كان يعمل تفاعل البابلينج إفكت، هاد يعمل لي إخراج للديبريز. طبعا هو في توكسيسيتي، ممكن تحصل فيه حوادث تسرب تشبه ما يحصل مع NaOCl أو الهيبوكلوريد الصوديوم، ويعاكس بالمخدر الموضعي في حال حصل هذا التسرب. حاليا ما في دراسات تدعم الحقيقة استخدامه. عندنا الماليك أسيد اللي هو بشكل أساسي عبارة عن مكيف، هو كونديشنر موجود بتركيز 5-7%، هو عبارة عن أورجانيك أسيد خفيف فعال في إزالة اللطاخة حتى في الإبيكال ثيرد حتى أكثر من الإديتا، وممكن الحقيقة يستخدم كغسول الأخير كفاينال رينز لأنه بيعمل رافنس في الدنتين تبع الكنال، بيؤدي لالتصاق مثالي للريزين سيلر عليه. عندنا أيضا الكحول اللي بعض الأطباء بفضلوا استخدامه بسبب فعل المضاد للجراثيم وبسبب أنه بيعمل لي تجفاف للقناة وبيؤدي لتقليل توتر السطح، فبيؤدي لأفضل عملية التصاق بين الكنال دينتين والسيلر. عندنا أيضا البوفيدون أيودين اللي بتواجد دخل تقريبا بعام 1979 في عالم الإندو، وبيتميز بلو توكسيسيتي وعنده قدرة على اختراق الدينتين التوبيولز
وعنده فعل قاتل للجراثيم. فعله السريري قصير تقريبا 12 ساعة، هو جيد كغسول نهائي، بس عنده مشكلة انه هو ممكن يسبب أليرجي، ايضا ممكن يعمل كالوريشن على الاسنان. ايضا ممكن الذكر في هذا الاطار مجموعه من السبورت اريجانتس مثل الكيوميكس، هو محلول شهير عباره عن ايديتا وكلوريكزيدين ومطهر او منظف، بيدعوا انه هم عباره عن 2 بواحد، يعني تقليل الخطوات يطبق تقريبا لمده دقيقه ونص، بيؤدي لتقليل توتر السطح الدنتين وبالتالي التصاق ممتاز للسيلر على الدنتين اوف كانال، ايضا بيزيل طبقه الوطاخه او السمير لاير مع تاثير مضاد للجراثيم. البعض يعتبر انه هو حتى اكثر من فعاليه من الهيبوكلوريت الصوديوم بتركيز 2%. جيد للافات الجذريه اللي هي بتتميز ببايوفيلم جديد، في حين لما نكون في عنا حالات عفنه صار لها زمان، افات قديمه، فالهيبوكلوريت الصوديوم مفضل بحالات الاولد بايوفيلم. يعتبر موفر للوقت، يعني بدل ما نستخدم الايديتا والكلوريكزيدين ممكن الاكتفاء فيه بعد عمليه الغسل بالهيبوكلوريت الصوديوم. عندنا ايضا الايديتا سي، الايديتا سي هي عباره عن ايديتا ممزوج ماده السيفافلون، مما يؤدي الى فعاليه اكبر في عمليه الكليتينج وفتح اقنيه العاج وازاله طبقه الوطاخه. عندنا ايضا الجلايوكسايد، هو عباره عن كارباميد بيروكسايد 10%، بيملك فعل مزلق وقاتل للجراثيم، كتير مفيد بعمليات الاقنيه المتكلسه والاقنيه الضيقه والمعوجه، بس هو طبعا ما بيزيل طبقة اللطاخة، بيملك فعل مضاد للجراثيم. عندنا أيضا الارسي بريب، الارسي بريب هو عبارة عن البيروكسيد يوريا والجلايكول، يعتبر مزلق ومنظف، مريح جدا في العمل، بيقلل كتير عمليات كسر القناة ومفيد أيضا مع الأقنية المتكلسة، والشركة بتدعي أنه هو متوافق مع جميع أنواع محددات الذروة، فهذا بيريحنا أثناء تحديد الطول بأنه نحن ما نحتاج لتجفيف القناة. عمليا نحن طبعا هاي المشكله ما عادت موجوده مع الجيل الحديث من بيكس لوكيتورز. عندنا الايديتاتي اخيرا اللي هو عباره عن الايديتا مع السولفيلوريت صوديوم اللي اس ال اس الماده المتواجده في معجون الاسنان، وبالتالي بتصير عندها مفعول منظف ومزلق ايضا بشكل ممتاز. فهي تقريبا كانت اشهر السوليوشنز اللي ممكن نستخدمها في الاريجيشن، سواء الأساسية أو السبورتيف. أيضا هناك بعض الهيربال إريجيشنز اللي موجودة في الستاديز، أنا ما جربتها الحقيقة، مثل الجرينتي ومثل التريفالا. التريفالا فعالة جدا مع الأتيريا أو مع البيوفيلم الموجودة في حسب الستاديز، بيستخدم لمدة 6 دقائق، والجرينتي اللي له كمان فعالية قاتلة للجراثيم. هنا نحن بتكون انتهت محاضرتنا about irrigation in endodontics. بتمنى انه كانت المحاضرة مفيدة، حاولت اقصر او اقلل وقت المحاضرة، بس كان لازم احكي عن كل solutions اللي ممكن تكون مفيدة لعملنا في العيادة. ان شاء الله في المحاضرة القادمة بنكمل الحديث عن الادوات والinstruments والtechniques والprotocols اللي بتفيدنا في استخدام solutions هاي بشكل مثالي. بتمنى انه محاضرة اليوم كانت مفيدة. بحب أذكركم بأنه في حال المحتوى المقدم كان مفيد وعجبكم أنه نضغط زر اللايك، مشاركة المحاضرة مع أكبر قدر من الزملاء لتعم الفائدة، الاشتراك، تفعيل زر الجرس، ترك تعليق لأنه هذا بيساهم انتشار الفيديو. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.